صدر وصباحكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البيلة، سعيدون بلقائكم في هذه الصبيحة في غرفة الأخبار للحديث طبعا على يعني الصناعة الجزائرية، إمكانيات النهوض بها، خاصة وأننا يعني نتربع ونمتلك وبحمد الله يعني نسيج صناعي كبير جدا منذ ستينيات القرن الماضي. أسلافنا اللي يعني سيروا الجزائر صنعوا وشيدوا مصانع مختلفة. طبعا سنوات التسعينات عرفت الجزائر يعني فترة فيها قوسين هكذا، ثم سرعان ما أغلق القوس، والآن نسعى من خلال يعني المساعي اللي يقوم بها رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون وعلى والحكومة كذلك لبعث الصناعة الجزائرية اللي ممكن تقوم خاصة خلال الإمكانات المتوفرة. طيب الآن الأسئلة التي تطرح، كيف، ما هي السبل التي ينبغي أن ننتهجها لبناء صناعة جزائرية يمكن أن يعني تكون في مستوى الاستثمارات الأجنبية اللي نسعى وإحنا كجزائريين بقيادة رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون لجلبها إلى الجزائر؟ إذن الحديث حول هذا الموضوع، أسعد باستضافة الخبير والدكتور وهو مهندس في الأصل سيد جلول سلامة للحديث حول هذا الموضوع. أستاذ جلول صباح الخير ومرحبا بك على قناة البلاد. صباح الخير أخي السلطاني، وصباح الخير على مشاهديكم الكرام على القناة الطيبة. الله يسلمك. أنا قلت أستاذ جلول أنه نمتلك صناعة حقيقة يعني نقول من سبعينيات القرن الماضي، لم تكن ستينيات القرن الماضي، إلى يومنا هذا عندنا قاعدة صناعية، نسيج صناعي محترم لا بأس به، ولك حق النظر يعني ربما عندك رأي آخر. وأنا لما قلت هذا الكلام هذا قلت للجيل الجديد اللي ربما ما عاش السبعينات، ما عاش الثمانينات، وربما ما عاش حتى التسعينات. اليوم نحن أمام شباب، قوة شبابية في الجزائر، يعني الآن جماعة 30 سنة وأقل ربما لا يعرفون ما كنا ننتجه في السابق. والله يا أخي السلطاني أنا أذهب إلى أبعد من ذلك، لدينا ثقافة التصنيع، لا كولتور اندستريال. كان جات ثقافة التصنيع بولا ميموار مع الأمير عبد القادر رحمه الله، كنا نصنع أسلحتنا بأيدينا، صحيح. كنا نصدر مواد، نحن من كانت تدين لنا الدولة الاستعمارية بين قوسين فرنسا بأموال كثيرة، لأن كنا نصدر لها ما تأكل وتشرب، وبالتالي نحن بلد منتج ومصنع ولديه إن باز اندستريال تم تدميرها بواسطة الاستعمار. طبعا انت ذكرت أستاذ سلامة أنه نملك ثقافة بمعنى ثقافة التصنيع، لا كولتور اندستريال، لا كولتور ثقافة، سيت ان بوبل اندستريالزون اللي كابابل دو فابريكي، بمعنى أنه في جيناتنا نحن كجزائريين، صحيح، هبة من الله، صحيح، هبة من الله، يعني قادرين نصنعوا، قادرين نخدموا، صنعنا من قبل. أهمية هذا البعد هذا أستاذ، شوف أخي سلطان، علاش سألتك هذا السؤال؟ لأنه كثير من الشعوب لا تملك هذه الثقافة ولا تملك في جيناتها هذا، صحيح. تملك الأموال تشتري الصناعة، ولكن نحن كجزائريين نملك الأموال الخيرات ويمكننا أن نصنع. أهمية هذا المعطى، شوف هذا. الأهمية أصلا سي كو لا بوبولاسيون الجيريان سي با اون بوبولاسيون نوماد، c'est une population citadine، مركبه في الارض، لاصقه في الارض، عايشه في الارض. نزيد لك البعد التاريخي، ما قبل الامير عبد القادر احنا كنا قوه بحريه هائله في العالم، اون بويسونس نافال. انت تتخيل دوله عندها اون بويسونس نافال وما عندهاش اون كونستركسيون نافال؟ ممكن شيء هذا؟ مستحيل، مستحيل باش تكون قوه بحريه وانت ما تصنعش البواخر نتاعك، وما تصنعش السلاح البحري نتاعك، وما تصلحش النسيج اللي يلبسوا منها البحار نتاعك وادوات الابحار، مستحيل. صافي دير البلاد هذه ربي خلق فيها لو ميتي، خلق فيها سكون ابل لي جين دو لا تاع التصنيع، كيفاش نقول حنا لي جين الوراثه، التصنيع الوراثي يعني اليدوي. هذو من سنن الله في خلقه. كاين لي بلدان اللي دار فيها مناطق فقط رعويه، سي دي بابل نوماد، ماشي سيتادا، ماشي ثابتين، وكاين مناطق لي دي بوبولاسيون سيتادين. واش قال احد ملوك فرنسا قبل في جويه 1700 وشي، وواحد من نابليونين على كل حال، واش قال؟ ربما لوي 14 قال لهم لو لم يخلق الله الجزائر لكان علينا خلقها.
تيلمون لامبورطونس نتاعها بور لو باسا ميديتيراني. بالتالي احنا درك كي ابنائنا نقري مهندسين في الجامعه وبارفان نغرس فيهم الفكره هذه بلي نو سوم ان بيبل عنده ان تراديسيون اندستريال يقول لي شكون كل ما نشعو كنا بيسونس ماريتيم مين جات وكنا نصنعوا سلاحنا و40 سنه والامير عبد القادر قاوم بوندون 40 طون او كاين دول ما ريزيستاوش ربع ساعه ما عليناش كان دوله عظيمه ما هزتش 24 ساعه قبل دوله عظيمه في الحرب العالميه الثانيه وانا لا اود ان اذكر التفاصيل. وبالتالي الامير عبد القادر انا نقولها استاذ ما على مسؤوليتك يعني كصحفي فرنسا والمانيا يعني خلال الالماني لفرنسا اذا كي تقاوم ما نقولوش حنا لا بويسونس مي القدره على المقاومه بالتصنيع الجزائري وبثقافه المقاومه الجزائريه الامير عبد القادر شد ربعين سلاسة محمد نعم اي دونك اتونسيون سي كالكان كي 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 ابي ريزيستي باسكو كان عنده ان تيسو اندستريال كان عندك حاجه تخدم بها دونك اباء الصناعه في الجزائر او كان اولهم في الصناعه الحديثه الدوله الحديثه الدوله عندها خمس قرون هذه الدوله الحديثه الاب تاع الصناعه نتاعها الامير عبد القادر بدات من تم واللي لونسا لاندستري صح في الجزائر سي هو ريبو مدير رحمه الله دونك يفو ريكونيتغ سي جون لا لوغ ميغيت قال الناس هذه خدمت وخطط وحطت انا اول ما بديت المهنه نتاعي كمسير في المؤسسات بديت في المؤسسه الوطنيه على كل حال انا نحط على ان كومبلكس اندستريال في ماسكارا الرزم المعدني والله هذه على ضمانتي ونروحوا درك نشوفوهم لقيت دي ماشين هيدروليك دي براس هيدروليك تاع 400 طن مكتوب عليها بالميتال دوري دفي 300 زون لما بومدين شرا ماشينات تاع تشد 300 سنه على بومدين كان تاكل يعيش 300 سنه يجينا من الهضره دونك سيدو بنا لك الباز اندستريال هذه موجوده درك واش لازم علينا يكونوا رجال ما نضيعوش امه لما نقدرناش نقدموا ما نضيعوش واش اللي بيدينا الان وانت تذكر سي جلول يعني سي مولود قاسم رحمه الله عنده كتاب جميل جدا اسمه هيبة الجزائر الدولية في يعني في القرن السابع عشر والثامن عشر وحتى قبله يتكلم عن المعاهدات اللي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية المعاهدات اللي بين الجزائر وبريطانيا في المجال البحري وذكرت كذلك الأمير عبد القادر وذكرت هواري بومدين رحمه الله وكاين اللي يسموه كذلك ابو الصناعه الجزائريه سي يعني بالعيد عبد السلام اللي كان وزير كذلك طبعا في عهد بومدين ثم بعد ذلك حتى بعد بومدين وخدم من اجل الصناعه الجزائريه. الان السؤال الذي يطرح استاذ هل يعني في تقديرك يمكن اعاده بعث هذه الصناعه هذه في الجزائر بالاعتماد على القطاع الخاص فقط ام الاعتماد على القطاع العام فقط أم ينبغي تنسيق بينهم؟ لأنه كنت كلموا على الصناعة الجزائرية قبل التسعينات كانت كلها تقريبا 99% كلها صناعة عمومية. صحيح هذا كلام صحيح. شوف حتى المواطن ولا المشاهد يكون عنده روبير هيستوريك. أنت عندك دولة أو بلد ما نقولش دولة بس كدولة كانت رابط بفضل بفعل الاستعمار عندك دولة مبنية من جديد وعودة مقلعة مستحيل القطاع الخاص نتاعها يكون بالقدرة أنه يستثمر في البنية التحتية مستحيل ما كانش لا باز سكون نابل لي فوندمون ولا لي باز دون اندستري ما يقدرش يصرف عليهم قطاع خاص ديجا مدمر وين راهم الجزائريين والثروات اللي كانت عندهم باش يقدروا يقلعوا قطاع صناعي في الجزائر. دونك من البديهي أنه القطاع الصناعي الإقلاع نتاعو راح يكون بالاستثمار العمومي دونك القطاع العمومي قلع. ضيف إلى ذلك أخي سلطان يعني كان توجه الاشتراكي آنذاك يعني لكل كي نقول احنا لكل حديث مقال في هذاك الوقت المنهج الاشتراكي كان نوع من الفريق عن العدالة الاجتماعية وما شابه دونك فرض روحه حتى أستاذ جلول معذرة بن خدة رحمه الله تعالى في التسعينيات سقساوه قالوا له لماذا الجزائر اختارت المنهج الاشتراكي ويعني في السؤال في طية السؤال كان شيء من المعاتبة سي بن خدة رحمه الله تعالى ورحم الله كل مجاهدين وشهدائنا يعني بحكمته ورزانته قال الكلام اللي تقول فيه قال استحيل أننا خرجنا من الاستعمار يعني دمر كل شيء ونقول للمواطن الجزائري يعني روح ودبر راسك كيف تقري ولادك كيف تداوي ولادك كيف تصنع شيء قال يستحيل قال كان ينبغي فرض علينا أن نمشي
التوجه الاشتراكي. دونك لا سيتي ان انفستيسمون كوليكتيف، سي لا كوليكتيفيتي ناسيونال هي اللي كانت تستثمر. بيان ماتنو من بعد في ابارتير من في الميليو تاع لي زاني 60 بدا الجهاز التنفيذي يفيق باللي باش يقلع الاندستري يليق له الاندستري اللورد. والاندستري اللورد الصناعات الثقيله راهن عليها واري بومدين وعاونوا الاتحاد السوفيتي. ما لازمش نكر خير الناس ثاني، عاونا الاتحاد السوفيتي باش لونسينا لي باس تاع الاندستري تاعنا في برحال في عنابه. الحجار بدا من تما، الفور الاول بدا جو بونس في في بدايه السبعينات ولا على ما اظن، والثاني كان تقريبا جامعه وفاه هواري بومدين باش قلع له دوزيام فور. دونك لا باز هي جات من تم. زيد زياده ثقافه تصنيعيه المعاصره ما كانتش عندنا، سي لي باز نتاعنا لي بروسيدور اس ان اس قرينا بهم احنا في الجامعات. لي بروسيدور اس ان اس سي لون دي ميور بروسيدور دو موند. واش بك في كومون لا كونسيبسيون دو برودوي لي بروسيدور اجراءات اجراءات التصنيع لي بروسيدور دانديستريالايزاسيون. كيفاش دير لي بيرو ميثود نتاعك، كيفاش دير لي لين دو برودكسيون، كيفاش دير لي انبوت لي اوتبوت، كيفاش تجيري لي ستوك، كيفاش تجيري لا كاليتي اكسيتيرا. لا باس كانت عندنا سي ما صرات تضيع، وكان هذاك النوع من ما نش عارف انا من التسيب صرا في الدوله كاع كيما صرات الانهيار اللي صرا في التسعينات وتدخل الافاميتو ولد جيل صنع لنا الضغط هذاك، صنع لنا جيل يبني يحاول يبني يحاول يبني يكسر اللي داروا اللي قبلوه ويكسر واش بنات الاجيال السابقه. وبدات هذيك سياسه الخصوصه. اكيد تذكر لو افامي استاذ جلول كذلك باش المشاهد يعني يتبعنا شويه هكذا، انت ذكرتها في سياق انه لو افامي سلف لنا دراهم، صندوق النقد الدولي سلف الجزائر دراهم ولكن بشروط، من بين هذه الشروط هذه الاملاءات، التسريح الجماعي، اخفال الشركات، اخفال الشركات. دونك يعني كي نجي تشوفوا سلطاني انت عندك سيكتور كامل 90% تاع السيكتور ايكونوميك نتاعك بيبليك عمومي، ومن بعد دير كونطرا مع الافامي يقول لك بدا تسرح العمال والشركات اللي ماشي على بين قوسين على حافه الافلاس سرحها اكسترا. بصح انت لا باز لا كولتور ايكونوميك نتاعك كانت ايكونومي سوسياليست، ماشي دو جور ولوندما غادي تولي ليبرال. ضربنا 30 عام مازلنا ما وليناش ليبرال. وفي هذا السياق هذا نقدروا نذكروا مساله مهمه جدا، هو انه اليوم الدوله الجزائريه استاذ جلول، لانه كثير من الناس ربما لا يدرك الابعاد تاع انك انت ما عندكش دين خارجي، ما كاش دوله تسالك في العالم. معليش انا في هذه شويه عندي بعض التحفظات كاكاديمي، باسكو الدين العام اخي سلطاني ما تنساش بوم، تقدر تقول اني مليح ما عنديش دين خارجي بصح حرمت روحك من فرص استثمار. اتونسيون كيسكو ني طونطران دو فار. الدين في الاصل في الدوله يسير بمقودين، كيما نقول حنا كلمه المزنجره كما انشوني، عندك واحد يجبد غوش واحد يجبد دروات. المقودين في المزنجره اللي هي لا ميكانيك تاع الدوله، غادي لا ماشين دو ليطا، عندك الدين الداخلي والدين الخارجي. مستحيل تمشي بدون هادوزو، لاش تروحك ما جبتش بالدين الخارجي عرب لي جبت في الدين الداخلي. الدين الداخلي تاع الجزائر حاليا او في مرحله مخاطره، اتونسيون 65% دو بي بي دونك سي بوكو، وراه كل عام يزيد الدين. انا بالك انت يا من الاحباء والاصدقاء اللي تبعوا منشورات نتاعي، انا كثيرا ما راني نعطي تحذيرات ونقول ردوا بالكم رانا رايحين. الدين العام راه فيه نوع من افلات للدين العام الداخلي، بالتالي ليكيفالون دركا باش حتى الناس تفهم، حتى السلطه العموميه يعرف يقول لك خبراء نتاعنا ويقيم لك الامور اكاديميا. انا شوي ني بور ني كونت، رانا في حدود 110 مليار دولار دين داخلي، ما يعادل 110 مليار دولار دين داخلي. دونك حتى انت كي تعود تسقسيني تقول لي دكتور الموجه ترفع الاسعار، تقول لك اتونسيون رانا مشاركين فيها انديريكتومون بلي بوليتيك مونيتار نتاعنا اللي نبراتيون فيها، بوليتيك بيدجيتار ماشي مونيتار، بوليتيك بيدجيتار اللي نديرو فيها تاع التسيير بالعج. وحتى الحكومه رايحه في الايام القادمه رايحه تقدم امام البرلمان باش دير لو بيلون تاعها. اتونسيون انا راني من الناس اللي يقولوا نطلب من البرلمان ما يمدش صكوك بيضاء للحكومات المتعاقبه باش تزيد تسير بالعج. يا خويا بحث على مصادر واحده اخرى للتمويل تاع التسير نتاعك، دوت ريسورس بيدجيتير، منها الفو سي ريفيزي لا بوليتيك فيسكال نتاعك، ريفيزي لا بوليتيك اغريكول، ريفيزي لا بوليتيك اندستريال، الفو كوليكتي دي فون دوت ريسورس، الفو اريتي دو جيري افيك دو ديفيسي بيبليك. لا كوليكسيون
تاع لي زوت ريسورس ممكنه بشي ممكنه متاحه اليك في مجال سلطاني اخي نحتو للاندستري ونروحوا ما نركزوش على عندنا الصناعه الفلاحه شويه ضعيفه دونك ما كان نضغطوا عليها نروحوا للاندستري ونروحوا لي زوت ريسورس ايكونوميك سورتو لو دومين كوميرسيال على بالك بلي نو سوم لان دي غار باي اللي مازال يمشي بلي يو اف l'impôt forfaitaire. Mm. Mais on va où? L'impôt forfaitaire, t'as 5% sur quelqu'un qui spécule. La marge, la plupart du temps, elle est presque le double. Il y a un chétan où je garde des durs. Dire une fiscalité réelle, khoya. Atteignez حق الدولة, يرجع للدولة على الريال. أنا ما تدخلنيش في الفورفيتير. اللي دخل مليار في الشهر وكما اللي دخل 10 ملايين. وتقول له امبو فورفيتير و 5% ومشي محكومه راجعوا العقيده الضريبيه راهي كاين اخطاء جسيمه فيها. انت تشوف استاذ جلول انه يعني لاعاده بعث الصناعه من بينها قضيه الاصلاح الضريبي قبل ما نمشيو للاصلاح الضريبي هي يمشوا مع بعض سلطاني خويا ما تقدرش تصلح الصناعه وما عندكش اصلاح ضريبي وما عندكش اصلاح جمركي وما عندكش اصلاح في السياسه النقديه نتاعك حتى لا موني نتاعنا يفو غوفوار معليش ولكن قبل ما نمشيو لهذا الشيء هذا انت تعرف انه يزيد فضلك انت تعرف انه الان رانا في مرحله الجزائر تحتاج الى يعني جزائريين يضحيوا شويه هكذا يتعبوا شويه مع البيروقراطيه مع يعني المشاكل اللي تعرفها الجزائر كلها للاقلاع بهذه الصناعه هذه. انا قبل قليل كنا نتكلموا على مثلا نذكروا على سبيل المثال هذا السيد هذا اللي في تيبازا يخدم لي تريونغ يخدم ربما لي بلاك دوفرا يخدم بلاك يخدم لي بياس سيكوريتي في الفيكول سي دي بياس دو سيكوريتي الجزائريين كامل يعرفوا لو تريونغ من تحت ويعرفوا لي ساكس دو سيكوريتي اللي يجوا في كي نقول في لي بار دو ستابيليتي تو يخدم هادو هذا السيد هذا تلاقينا في لافار وكومبارازار حكينا عليه شفت لا فيديو تاعو شوف والله غير صناعه ميكانيكيه دقيقه بمعنى الكلمه تعرف لي تريونغ دو سيكوريتي كون تصرا فيهم اون كاس ولا حاجه هاي الطوموبيل تروح في السماء يا سي محمد السيد هذا يخدم لك هاد لابياز صافي دير كو لو جيني الجيريان كاين عندك لو جيني الجيريان حلوا البيبان برك حل الصراع حل الشراكه نتاعك وسيرتو سياسه الاغلاق وسياسه البيروقراطيه في التسيير الاقتصادي ولكن هذه اكبر كوارث نتاعنا هو البيروقراطيه اكيد موجوده استاذ جلول ولكن باش نتفاهموا يعني ما نقولوا البيروقراطيه كذلك لا ينبغي ان نتهم ونحاكم الاداري هذاك اللي محكوم بالقانون يعني يطبق القانون طبعا في تفسيره للقانون في بعض الاحيان ربما تكون تجاوزات تكون كذا ولكن في النهايه هذاك هو التفسير يعني ولكن مع ذلك هل برايك اليوم الشيء اللي رانا نشوفوا فيه الولات مثلا نشوفوا رئيس الجمهوريه يومين ينادي المستثمرين شوفوا رجال الاعمال هذوما يعني رامي يتاسوا رامي يتنظموا نشوفوا كذلك وزير الصناعه يوميا يعني يتصل بالمستثمرين هل برايك اليوم المستثمر الجزائري لازم هو من جانبه يعني باش بور كري دي بيتيت انتربريز على الاقل هو من جانبه يكون متشجع وعنده الشجاعه يعني ويبحث عن الفرص المتاحه في الجزائر هذا السي تاع تيبازا برون تشارج عنده يخدم يبيع واكيد ماهيش مؤسسه كبيره جدا سي بيتيت انتربريز سي بالك يخدم هو وليداتو دو لا تروز كي بي نوندي تو تو لو مارشي الجزائري ولكن راه خدام نسمع منك بعد الفاصل اذا كنت كرم نعم اذا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل النقاش بكم معنا فضلا وليس امرا اذا مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني من غرفه الاخبار طبعا نحن نتحدث على الصناعه الجزائريه ورانا نتكلموا على امكاناتنا احنا يعني البشريه في ثقافتنا في جيناتنا الجزائري يصنع يعني يصنع رانا نشاهدوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويعني المختلفه شوفوا الجزائريين يصنعون امور يعني مذهله وبالتالي رانا نبحثوا كيفيه الامكان للنهوض بهذه الصناعه خاصه من المؤسسات الصغيره هذه اللي رانا نشاهدوها يعني في مختلف المجالات ضيفي في الصبيحه الاستاذ الدكتور جلول سلامه هو مهندس ودكتور في الجامعه وخبير اقتصادي كذلك كنت سالتك استاذ جلول على يعني المستثمر الجزائري
لازم يتشجع هو الآخر كذلك. تكلمنا على هذا تاتي بازار عجب شراكة تركية الآن بصراحة لما تحكم أي جزائري في القهوة في السوق كذا قلوا وش تفضل تشري سيارة شينوا ولا تشري ريترو شارجور شينوا ولا تركي يقول كنشي التركي تقولوا لماذا يقول لك لأنه التركي صح غالي شوية بصح لا بياس يديسبونيبل قريبوسي وارا يديسبونيبل يقول لك تاع ماشين تشري مادة تشري نقولوا جهاز بعد لا بياس تاعو ما كاش مشكلة يعني. فهذا دون ما نقولوش انه المنتوج الصيني ضعيف ولا حاشا، ولكن احنا رانا ندو مثال بالواقع بالواقع تاع السوق الجزائري. هذا الجزائري جاب شراكة تركية جزائرية الان راه يخدم ولبس عليه. هل برأيك لازم المستثمر الجزائري او رجل المال والاعمال في الجزائر يتحول الى مستثمر يعني يخدم ويتشجع ويصبر لي كونترانت كي اكزيست؟ شوف اخي السلطاني غادي نجاوبك على جزئين. الجزء الاول انه لاجون ايكونوميك المتعامل الاقتصادي عموما اني با سوسيال، ما يمشيش بالتحفيزات الاجتماعيه. اول حافز ليه سي لو بروفيل، لا بوسيبيليتي يكونوا عنده مداخيل من الاستثمار. الاستثمار يكون بلو كابيتال اسكو نابيل لي فاكتور دو برودكسيون، عندك لو كابيتال وعندك لو ترافاي، هادو اللي دخلهم. وعندك بيان سور لو بروغري تكنيك، التطور التقني، اليد العامله المختصه وراس المال. كي توفروا هذو ثلاثة وكاين مقابلتها السوق يعني بوسيبيليتي دو فير ان بروفي، هنا يقلع لونتربرونور يقلع اوتوماتيكمون. دونك انت كدولة او كمنظومة اقتصادية واش توفر؟ لازم توفر سكون ابل لي كونديسيون ديكلوزيون ايكونوميك دو لونتربريز باش لونتربريز تولد، باش تزيد عندك لونتربريز، باش تخلق لونتربريز اخلق فرص الاستثمار. هنا من بين فرص الاستثمار اللي كنت انا حاب نجي لك ليها l'esprit d'entrepreneuriat. Il faut que les Jazéris y fassent ce qu'on appelle les chevaliers des temps modernes, forçant l'Asr al-Hadith. Ce sont les entrepreneurs, c'est Mohamed. هاو مش ناس واحد اخرين. علاه؟ عندهم الشجاعه. بكري كانت الفرسان في العصر القديم يروح يخرج خارج القبيله باش يصيد وباش يجيب ثروات من الخارج وباش يتاجر ايتو. درك الفرسان العصر الحديث سو سون لي زونتربرونور. لازم الجزائريين يتصالحوا مع المال، لا كولتور دو لارجون، لا كولتور دو بروفي. لي زالجيريان دواف الي فان اون كونسيلياسيون افيك لارجون اي افيك لاكوميلاسيون دو كابيتال. حنا درك ما عندناش ليبارن، الادخار قليل، الجزائريين قلال اللي عندهم صوال داك على جهه كخلينا من بعد افراد يتعدوا بصح عموم الشعب ما عندوش الادخار ولا في لا كونسوماسيون. لا كونسوماسيون كونسوم كاع لو ريفوني نتاعو، يروح في لاليمونطاسيون، يروح في اللوايي ولا شارج. دونك الجزائر ما عندهمش ادخار، بالتالي كون نزيد لهم ثقافه ميكين. وحنا لازم تدخل عندهم ثقافه حب المال، تجميع المال، الادخار، وحتى مذكوره حتى في القران يحبون المال حبا جما. دونك لي زالجيريان لازم يرجعوا لا كولتور اندستريال اون غوفنو ا لاسبري دونتربرونيا اون غوفنو ا لاسبري تاع ليبارن. il faut qu'il y ait de l'épargne pour qu'on puisse investir. هل في تقديرك البنوك الجزائريه قادره تؤدي دور مهم في هذا الجانب هذا يا خاصة فيما يتعلق بالمخاطرة؟ يعني لي بنك تاعنا يزيدوا يخاطروا شوية مع هذاك اللي عنده ليسبري انتربرونور، يعني قادر يخدم يستثمر. تكلمنا على تاعتي بازا مثلا، شاهدنا كذلك في بلادنا الرجل يخدم لي ماشين تاع الفوراج وقال وتحدى، قال لهم اتحدى اذا كان هذا الآلة هذه تجيبوها من الخارج اقل ثمنا ولا من اللي نخدمها انايا، وحتى يعني قويه. يعني شوف اخي السلطاني، انا قلت لك ليكلوزيون دو لونتربريز، ولاده المؤسسه تجي من فرص الاستثمار. فرص الاستثمار اول شيء لازم يكون كاين سوق لتسويق المنتوج. اسكو يا ان بيزوا اون الجيري، لكن بيزوا او فوراج مين يقلع دون؟ انا مش نقول راح نصرف على لونتربرونور ولا اخلق لو مارشي. قال انا عندي مشكل في ليريغاسيون في الفلاحه، انا كنت دركنا ربما كنا راح نحكيوا على الفلاحه، عندي ان بروبليم ديريغاسيون، عندي ان بروبليم دانسيفيزونس ايدريك، دونك نحتاج لي فوراج، لازم لي الحفير بزاف البير، لازم نحفر بارتو اون الجيري. لونسي لاندستري دو فوراج هيدروليك. انت يا كوم اوتوريتي بيبليك دير اون كوموند بيبليك، بار اكزومبل انا جون سي با انا بار اكزومبل 100000 متر لينير دوبوي ا كروز،
جزائي 100,000 متر لينيار سي تان مارشي ايتاتيك. الدوله راح تستثمره في القطاع الفلاحي دو لا بوليتيك اغريكول نتاعها يا فا ريكوبيري سون ارجون دون 20 اون. بصح ان بريفي ما يقدرش يحفر الحسي ويستنى 20 عام باش يستثمر فيه. خلي الدوله تستثمر فيه على شكل قروض على شكل تسبيقات. انا جامي نقول للدوله مدي صوالد بلاش نكش منها خلاص. مد صوالد مقابل قروض طويله الامد مقابل اشياء تشجع فيها. كي تلونسي لي باغ اكزومبل 100,000 متر لينيار دو فوراج سور لي 5 اون افونير يو توت اون اندستري راح ديماري موراه. راح ديماري لا بياس دو فوراج، راح ديماري لوتي دو فوراج، راح ديماري لو توب دو فوراج، راح ديماري لو ميتي دو فوراج. حنا الاولى بدينا الحديث نتاعنا على ثقافه التصنيع، واش معناها؟ معناها الجزائريين خدامين. الجزائريين خدامين، اعطي له الميتي واعطي له لو سالير كونفينابل نتاعو، ريمينيري كوريكتومون لو سالير تاني الجزائريين، هما يسوفروا من لي با سالير هادو كي نو ريفليت با لا رياليتي. اعطي الجزائريين فرص العمل واعطيهم خليهم فرص الابداع، الجزائري يفرحك. تقدر تبني دوله صناعيه كبيره على ان الجزائري عنده لي جان دو لاندستريالزاسيون. خليني نقول لك كلمه، كاين رئيس فرنسي قديم توفى معايا خلينا نسيتي فرانسوا ميتيرا، واش قال لهم؟ قال لهم في كل دول شمال افريقيا لا اخشى الا من الجزائري اللي عنده مؤهلات تصنيع. هذاك الشعب حرزوه مليح. بالتالي كاين نوع من السابوتاج تاع ليكونومي الجزائريه. كاين الجزائريين عاد يعرفها، وانت صحفي تعرفها، وانا خبير اقتصاد نعرفها. يا با كلو بلوكاج يا سي السابوتاج. هو ربما استاذ جلول ربما ثقافه هذيك لامبورطاسيون اوطرونس يعني اللي عرفناها في السنوات الماضيه هي اللي خلات الجزائر يقول كان علاش نصنع. هذا الاستيراد اللي كان كبير بزاف في الجزائر، الان الحمد لله يعني مع الدوله الجزائريه بقياده رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون قال بانه نستورد ما نحتاج. يعني هل برايك اليوم يعني الحكومه المسؤولين المحليين ولات وزراء وزير صناعه غيره من وزراء قطاعات مختلفه الفلاحه وغيره ينبغي الذهاب مباشره الى هذاك المستثمر ولو كان صغيرا لتشجيعه للمراهنه عليه، يعطوا له قروض كما قلت طويله المدى، يعاونه في الاراضي كذا كذا، ولكن الفكره الاساسيه هو انه يجب احصاء هذ الجزائريين هذو اللي راهم يصنعوا. انا كاين مثلا في الجزائر اللي يخدم زجاج تاع السيارات، كاين اللي يخدم الاناره، كاين موجودين هذو، ولكن ربما صغار. هل ينبغي الرهان عليهم باش يكبروا؟ شوف، هي في الاصل الحكومات لا تذهب الى المستثمرين فرادى واشخاص، بل هي تذهب الى قطاعات صناعيه بكاملها. بالتالي القطاع الصناعات الخفيفه في الجزائر كما تحدثت عليه انت، لا بوتيت الى مايان اندستري في الجزائر، سيت ان تيسو موجود، كاين خاصه الصناعات الميكانيكيه والالكتروميكانيك موجود في الجزائر وناجح، عنده لابنات الناجح، عندنا لي زومبريون اندستريال نقدروا نبنيو عليهم. شوف، باش تبني سياسه صناعيه عندك دو بوان تخدم عليهم اون امون اي اون افال، سوا تخدم على لي كو دو برودكسيون، سوا تخدم على لي بري دو مارشي، لي بري دو فونت. كيفاش تخدم على لي كو دو برودكسيون؟ لي كو دو برودكسيون كيما كنت تحكي عليهم نتايا، تخدم على لي باريير دوانيير، الحواجز الجمركيه، تخدم على السياسه النقديه لا باريتي تاع لو دينار مع باقي العملات، وتخدم على القرض للمستثمرين والمؤسسات. القرض تنقص في لي طو دانتيري وتمد لو لون تيرم. سي كوم سا كون في كون في كومون ديراج كون في ديماري اون بوتيت اون اندستري. باسكو علاه لي غروند اندستري او يعرفوا يجيبوا لي فون، مام الدوله تستثمر على لي غروند اندستري. تقول الدوله استثمري في سوناتا كوسونا غاسترو، عينيها مغمضين وتحط لي مليار. تقول لها استثمر في لابياس ديتاشي صغيره تاع كذا وفي لي بتي دومين، ولا تبدا ترجع. هنا واش لازم؟ الحكومات برك تسهل في التسويق، تسهل في التصنيع. كيفاش تسهل في التصنيع؟ قروض ناقصه في لي طو دانتيري طويله الامد، بروتيكسيون بلوس او موان بار باريير دوانيير، حتى لو مارشي يشد روحها، غير يشد روحها بدا تهبط في لي باريير دوانيير. باسكو عندنا دي زونكاجمون مع لي زوتر باي، لازم نعرفوا كيفاش نديروهم. انا مؤخرا كنت نشوف بالامس فقط نشوف باللي بار اكزومبل لاندستري امريكان في الالكترونيك كي شافت روحها بدات تريب، بدات تطلع في لي باريير دوانيير على كاع الناس، بلعت على لاشينيا الاولى. دونك انتيا كيف بلد صغير ما تحميش المنتوج نتاعك؟ السياسه الحمائيه كيفاش تحمي المنتوج نتاعك؟ انا هنا وين غادي
توافقوش. انا ما نقولكش روح اغلق الاستثمار، خلي الاستثمار يمشي نتاعو، لكن لي بارير دوانيير نتاعو لازم يكونوا سيفيزونت بور بيرميت اون اكلوزون تاع لاندستري نتاعك نتايا. دونك لاندستري نتاعك نتايا لازم ينافس لو برودوي اللي راه جاي من الخارج. بصح كيفاش ينافسوا؟ اولا كي يدخل لو برودوي اترونجي يدخل افيك ان بارير دوانيير اللي تغليه بارابور للسوق اللي مي السوق الجزائري كيفاش يكون عنده قرض طويل الامد، دونك يقدر يخدم افيك دي كوبا باش ينافس لو برودوي انتيريور. وهل مساله استاذ قضيه الجوده وقضيه معايير السلامه معايير الجوده في ضمان المستثمر في ضمان لونتربرونور؟ طيب لازم لونتربرونور يكون كاليفي. ولكن احنا كجزائريين هل بدينا يعني نرتفع شويه في هذا الجانب هذا تاع الايزو مثلا وغيره؟ كثير من المؤسسات مازلنا بعد سلطان الاخوان. انا نقول لك كاين بعض الشركات اللي داتها، كاين بعض اللي داو دي زيزو تاع 9001 2015 تاع فاصل بغض النظر علينا. مي هنا شوف نعود دوك نجي لك اخي سلطاني. هنا تقول لي الدوله كيفاش تساعد المصنعين الجزائريين؟ المصنعين الجزائريين باش يقدروا ينافسوا المنتوج العالمي وخاصه لا كنحبوا يروحوا لي مارشي ترونجي الاسواق الخارجيه لازم تكون سيرتيفي. دونك ليفور دو سيرتيفيكاسيون تاع الجوده هذا ليزون 9001 2015 ولي زوتر فيرسيون تاع لافيرونمون وتاع لا بروتيكسيون دو individu la santé etc. HSE, واش لازم لك؟ هنا لازم الدولة تستثمر في ليليفاسيون دو لا كاليتي، المستوى العام للجودة. الدولة تمد أموال وتخلص لي بيرو ديتود وتفورمي لي بيرو ديتود نتاعها مكاتب الدراسات اللي تتبع الجودة في المؤسسات. دونك تحسين مستوى الجودة من مسؤوليات الدولة، لكن الاستثمار المباشر لا كرياسيون دو لا ريشيز اي لانفستيسمون ديريكت سي من مسؤوليات لونتربريز. لازم الجزائريين نعود لك اخي سلطاني، لازم الجزائريين يتصالحوا مع لونتربرونور، لازم نوع من كيفاش نقولوا احنا حتى لونتربرونور نوع من المصالحه الاقتصاديه اذا صح التعبير. ولكن حتى لونتربرونور هذا لازم كذلك هو الاخر لازم يتصالح مع يعني الواقع في الجزائر، بمعنى انه كاين مثلا دي زونتربرونور في الجزائر يعني ناس اللي عندهم مصانع ومؤسسات صغيره وكذا امكانيات يعني باش يكبروا موجوده، بصح يقول كان يبقى شوف هل في لاجون ايكونوميك شوف لاجون ايكونوميك بريفي في الاصل نتاعه يعني المعامل الاقتصادي الخاص في الاصل نتاعه ايلي بلو راسيونيل كو ليتا مبدئيا. ايه ما عندوش حسابات كبيره، هو ما عندوش حسابات اجتماعيه وسياسيه وتوازنات كبرى ما يدخلش فيهم. هو يقول لك اعطيني بوسيبيليتي دافار ان كابيتال، اعطيني اون مان دوفر كاليفيي، اعطيني بلوس او موان، خليني نشوف لي بوسيبيليتي تاع السوق. كيفاش لي بوسيبيليتي تاع السوق؟ هل لي بوسيبيليتي تاع السوق في الجزائر موجوده؟ انت يعني كان السوق تاعك مفتوح على الغاشي كامل، كاع الناس تبيع في السوق نتاعك، وتاع بلادك ما يقدرش يبيع في السوق نتاعو عنده مشكل. انت راح تقول لي نخلق له السوق باش يبيع؟ نو، ريقل له السوق نتاعو. كيفاش تريقل نتاعو؟ ردو كاليفي، زيد شويه في لي بارير منا ماشي بزاف، ما لازمش تريب لامبورطاسيون، شويه في لي بارير لامبورطاسيون ولتا نتاعك اعطي لو سكون ابل لاكسيون سور لو كو. لاكسيون سور لو كو كيفاش تبدا؟ كيما قلت لك لو كريدي لون تيرم لو طو دانتيري هابط، معروفين لو كريدي لون تيرم لو طو دانتيري هابط، ونحيلو لي كونترانت. انت دوكا يعني بيناتنا القانون العمل تاع الجزائر لا 91 وكاع اللي داير بها على بالك بلي تعدل قوانين سويسرا. يعني بيناتنا تخيل سويسرا احتاجت قرنين من الزمن بس وصلت للمنظومه نتاعها والعامل نتاعها درت له هذاك الضمان. انت يا قلحت يامس خلاص بقوانين سويسريه، نحن الشيطان خاف ربي. حتى توقيت العمل حتى هذيك مالهاش متبقى. احنا اون ان باي شو، كيفاش تبدا تخدم على 8 نتايا؟ في ان باي شو تبدا تخدم على 8 وتخلق الربعه وعندك النص نهار؟ شنو الخلطه هذه اللي رانا فيها؟ هذه ربما يعني لازم نراجعوا. شوف الدوله ماشي مطالبه باش تروح تستثمر، حتى واحد ما قال الدوله روح انت يا انفستي. الدوله لازم توفر الحريات الاقتصاديه طبعا، لي كات ليبرتي فوندامونتال او معروفين لا ليبرتي دونتربروند لا ليبرتي دو كونكورونس لا ليبرتي دو بري اي لا ليبرتي دو سيركيلاسيون دي كابيتو. لازم الدوله هذه المهمه الاصليه نتاعها، الحريات الاقتصاديه الاساسيه. هذا هو الشيء اللي جا في قانون الاستثمار يعني الجديد هذا، هذا هو الشيء اللي جا يعني الفلسفه تاعو هذه هي. بصح الناس راهي تقول لك شكون حابين الدوله تروح تستثمر؟ الدوله مش مطالبه بالاستثمار، الدوله مطالبه بتوفير مناخ الاستثمار. ليبيري اطلق لي كات ليبرتي فوندامونتال، ليبرتي دو بري، ليبرتي دو كونكورونس، ليبرتي دونتربروند، وليبرتي دو سيركيلاسيون اي دو ترانسفير دي كابيتو، تحويل رؤوس النقل وتحويل رؤوس الاموال، حريه الاسعار، حريه المبادره
واش قلت لك لي كات ليبرتي فوندامونتال هذا هو اللي حنا نسميوه لو كاري ماجي. هذه كلها يعني جا بها قانون الاستثمار الجديد سجلوا جا بها مي فو ليفي لي كونترانت كي سون انكس اوسي. انا نعرف واش صار من الداخل يفو ليبيري ليكونومي باش تنجح. شوف بكاش ايكونومي ادمينستري نشحت في العالم كيفاش حنا رايحين نديروا التجربه يعني حنا نخرجوا خط الطريق العالم مضاد. ليكونومي ادمينستري نو مارشيرا جامي اطلق لا ليبرتي في الاقتصاد دوك ليكونومي تاعك تجيب قلعه. اشكرك استاذ جلو سلام على الحديث معك شيق وخاصه ان قلت انه الثقافه الصناعيه في الجزائر موجوده في جيناتنا احنا كجزائريين مشدودنا راهي من بعيد يعني ممكن ان نراهن عليها. إذن برامج بلاد متواصلة مشاهدينا الكرام ألقاكم غدا إن شاء الله إلى ذلك حين أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.